صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز، وحشين جدا ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد. والفيديو بتاع النهارده صديقي هنتكلم مع بعض على حاجه مهمه جدا، برنامج مهم جدا 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 لازم تستخدمه لو انت بتستخدم الكمبيوتر او اللابتوب كتير جدا. والوظيفه اللي بيعملها البرنامج ده هو انه بيقدر انه يحرق اكتر من نظام تشغيل على فلاشه واحده بس. انت متخيل يعني ايه؟ يعني انت بكل بساطه بامكانك انك انت تحرق ويندوز 10، لا وكمان ويندوز 11، وكمان لو عندك نظام كالي لينكس، وكمان لو عندك اسطوانات طوارئ، كل ده يتحرق على فلاشه واحده بس. طيب وايه الميزه من ان انا يكون معايا فلاشه واحده بس عليها كل انظمه التشغيل دي او كل الاسطوانات دي؟ الميزه انك يكون معاك فلاشه عليها كل الاسطوانات او كل انظمه التشغيل اللي انت محتاجها علشان وقت الطوارئ مثلا. طب هقول لك على حاجه، انت مش عارف ان اكتر شركه فيها مشاكل واكتر شركه انظمتها غير مستقره هي شركه مايكروسوفت؟ يعني انت بكل بساطه ممكن تكون شغال على الويندوز وتقفل الجهاز بتاعك عادي جدا وتيجي تفتحه تلاقي الويندوز سقط، والكلام ده بيتم بدون سابق انذار او بدون حتى اي مشاكل في الويندوز. انت بس بتقفل الجهاز بتيجي تفتحه تاني تلاقي الويندوز عندك سقط. فبالتالي انت لو معاك يو اس بي عليها كل الداتا بتاعتك او كل اسطوانات الطوارئ او كل نسخ الويندوز اللي انت بتستخدمها، وقتها مش هتحتار انك انت تدور على جهاز يكون عليه نظام التشغيل شغال علشان تقدر من خلاله انك انت تحرق نظام تشغيل جديد على الفلاشه بتاعتك. فبالتالي دي حاجه مهمه جدا، وانا عندي على فكره يو اس بي احتياطي دايما عليه نسخ ويندوز واسطوانات طوارئ. اوكي، وندخل على الشرح بتاع النهارده على طول. والبرنامج اللي احنا هنستخدمه النهارده يا صديقي هو فينتوي، والبرنامج ده انا كنت اتكلمت عليه قبل كده في القناه القديمه، ولكن عليه العوض ومنه العوض بقى القناه قفلت وكل الفيديوهات اللي عليها اتحذفت. البرنامج ده بمثابه اداه لتحويل الفلاشه بتاعتك او اليو اس بي اللي موجوده معاك لنظام اقلاع بالكامل، بمعنى ان انت تقدر تحط عليه كل انظمه التشغيل اللي انت متخيلها، ولكن يشترط ان نظام التشغيل اللي انت تحطه يكون الملف الخاص بيه بصيغه ايزو. ويقدر برنامج فينتوي ان يخلي لك النظام ده يشتغل بكل بساطه. يعني انت لو معاك ويندوز هتثبته، لو معاك كالي لينكس هتفتحه، لو معاك واي فاي سلاكس هتفتحه عادي جدا. المهم يا صديقي، بعد ما بتنزل البرنامج من اللينك اللي هسيبه لك في الديسكريبشن الخاص بالفيديو ده، هتبدا ان انت تفك البرنامج عادي جدا وتبدا ان انت تفتحه بشكل بسيط جدا. وعلى فكره البرنامج مش بيحتاج تثبيت، انت بمجرد ما بتفك الضغط عنه، مجرد ما بتفتحه، مجرد ما بيفتح معاك عادي جدا. وكل اللي انت هتعمله بعد ما بتفتح البرنامج، بتبدا ان انت تركب اليو اس بي بتاعتك اللي هي 16 جيجا او 32 جيجا، لان انت بتحرق اكتر من نظام تشغيل، وده معناه ان فلاشه 8 جيجا مش هتنفع في الحوار ده. ال 8 جيجا دي اخرها ويندوز واحد بس. وبعد ما بتركب الفلاشه بتاعتك، بتبدا ان انت تدوس على ايقونه ريفرش اللي هي باللون الاخضر اللي موجود على اليمين من فوق، وده طبعا علشان الفلاشه بتاعتك تتقرا على البرنامج. وبعد كده بتبدا ان انت تدوس على زرار انستول اللي موجود من تحت. وهنا خلي بالك جدا، انت مجرد ما بتدوس على زرار انستول بتجيلك رسالتين، والرسالتين دول مهمين جدا. اول رساله بتقول لك ان الفلاشه بتاعتك محتاجه انها تتفرمت، حتى لو الفلاشه بتاعتك فاضيه هيطلب فورمات. والرساله اللي بعدها بياكد معاك عمليه الفورمات، بحيث ان انت لو عندك حاجات مهمه على الفلاشه بتاعتك ابدا ان انت تنقلها على الكمبيوتر بتاعك. طيب هو دلوقتي البرنامج بيعمل ليه فورمات للفلاشه؟ ده علشان يقدر ان هو يحط ملفات الاقلاع الخاصه بيه على الفلاشه بتاعتك. والمهم يا صديقي، بعد ما بتوافق على الرسالتين دول وبتستنى شويه صغيرين جدا، وبعد ما بيخلص معاك البرنامج تحميل على الفلاشه بتاعتك، بتبدا ان انت تقفله عادي جدا. وعلى فكره انت لو رحت للفلاشه دلوقتي هتلاقي الفلاشه فاضيه، ما فيهاش اي ملفات ولا فيها اي داتا. طيب هل ده معناه ان البرنامج ما اشتغلش او ما تمش الوظيفه بتاعته؟ لا خالص، انت الفلاشه بتاعتك دلوقتي جاهزه للاقلاع. طيب انت تقريبا كده خلصت الشرح بتاع النهارده، ولكن عشان مصداقيه الشرح برضه هنبدا ان احنا نجرب مع بعض نحط اي اسطوانات ايزو على الفلاشه دي. وانا في حالتي دلوقتي هبدا ان انا احط ويندوز 10 وكمان ويندوز 11 وكمان اسطوانه طوارئ علشان نجرب. ومعلش مش هقدر احط اكتر من كده، لان الفلاشه بتاعتي 16 جيجا بس، فبالتالي مش هتكفي. وفي الحاله دي زي ما قلت لك احنا بنحط ملفات الايزو، احنا مش بنفك الاسطوانات دي او النسخ دي، لا احنا بناخد ملف الايزو زي ما هو اللي بينزل من شركه مايكروسوفت مثلا، ونبدا ان احنا نحطه على الفلاشه. ونفس الكلام ينطبق على اي نظام تشغيل انت هتحطه على الفلاشه بتاعتك، بتاخد الملف زي ما هو تحطه على الفلاشه. ودي ميزه مهمه جدا، بحيث ان انت لو جيت بعد كده حبيت تاخد الايزو دي تحطها على الجهاز عندك تتحط عادي جدا، مش هتبقى الملفات بتاعتها مفكوكه ومتوزعه على الفلاشه، لا هيبقى ملف واحد بس تقدر ان انت تحرقه على اي فلاشه عادي جدا. والمهم يا صديقي، بعد ما اخلص معايا النسخ دلوقتي هنبدا ان احنا نعمل ريستارت للكمبيوتر والفلاشه راكبه فيه. وده ليه؟ علشان نبدا ان احنا نجرب مع بعض لو واجهتنا مشكله نقدر ان احنا نحلها. وفي الاول خالص بعد ما الجهاز بيرستر معاك، بتبدا ان انت تدخل على قائمه الاقلاع الخاصه بالجهاز بتاعك واللي هي البوت منيو. والقائمه دي في الجهاز بتاعي انا ببدا ان انا ادوس على F9 من الكيبورد، ممكن يكون عندك انت F2، ممكن يكون ديليت، ايا كان البوت منيو اللي موجود عندك في الجهاز. وبعد ما فتح معايا قائمه البوت منيو، هبدا دلوقتي ان انا اختار اليو اس بي اللي متركبه عندي في الكمبيوتر، واللي هي اليو اس بي اللي احنا حرقنا عليها الاسطوانات دلوقتي. وزي ما انت شايف دلوقتي هيبدا انه يفتح معايا واجهه فينتوي، وموجود جواها الثلاث نسخ اللي احنا حطيناهم او الثلاث انظمه التشغيل اللي احنا حطيناهم على الفلاشه. هبدا دلوقتي علشان المصداقيه برضو ان انا اختار ويندوز 10 واشوف هيدخل معايا مرحله التثبيت ولا لا. وزي ما واضح قدامك دلوقتي الويندوز فعلا داخل معايا في مرحله التثبيت، ولو سبته هيبدا انه يدخل يكمل معايا تثبيت عادي جدا. والكلام ده ينطبق على اي نظام تشغيل زي ما قلت لك انت حطيته على الفلاشه قبل كده. وزي ما شايف كده مفيش اي مشكله واجهتنا، وبالتالي الطريقه بتاعتنا شغاله عادي جدا ومفيش فيها اي مشكله. لو انت واجهتك مشكله وانت متاكد جدا ان انت طبقت الخطوات دي،
ارجع عيد طبقها تاني لان انت اكيد نسيت حاجه. وبس كده صديقي، ما دام وصلت معايا لنهايه الفيديو اتمنى دعمك معايا للقناه بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس وزور مدونه وجروب الصفحه على الفيسبوك. ولو عندك استفسار او طلب تقدر تتواصل معايا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وحتى فيديوهات التيك توك. ولو عندك استفسار ومحتاج رد عليه ضروري جدا تقدر تتواصل معايا على الفيسبوك، ان شاء الله كل يوم من الساعه 1 الظهر لحد 7 المغرب متاحين للرد عليك، والكلام ده طبعا لا ينطبق على يوم الجمعه. وبس كده.